ورد في الحديث: من استطاع منكم أن يمت بالمدينة فليفعل، فإني أكون له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. والسؤال: ما نوع هذه الشفاعة؟ أولا أنا ما أعرف هذا الحديث ولا أدري عنه، وله بلازم أن من مات في المدينة يكون الرسول له شفيع. مات المنافقون في المدينة وهم في الدرك الأسفل من النار، ماتوا في المدينة. ابن أبي رئيس المنافقين مات في المدينة وهو في الدرك الأسفل من النار، فهذا الحديث معناه ما هو واضح يعني. نعم.